عاوزين نتكلم على الباتيلو فيمورال جوينت، عاوزين نقول ايه هو الباتيلا التا وباجا والكوندرو ماليشيا باتيلا، وعندنا تو سيندرومز، واحد اسمه سوبرا باتيلر كوادريسيبس امبنجمنت سيندروم، واحد اسمه باتيلر تندون لاترال فيمورال كوندايل فريكشن سيندروم، وبعدين باتيلر انستابيليتي، وبعدين الباتيلر والكوادريسيبس تندون تيرز، وبعدين او ليجنز بصفه عامه بري باتيلر بيرزايتس، وبعدين عندنا ساينوفيال باثولوجي واوستيوكوندرال ليجنز، وفي الاخر خالص البول مارو باثولوجي. باتيلا التا معناها باتيلا طلعت لفوق، باتيلا طلعت لفوق ليها مقاسات كتيره، ده مش من المقاسات المعتد بيها دلوقتي، ان طول الباتيلا قد طول المسافه من الباتيلا للتيبيال بلاتو، لكن اللي معتد بيها دلوقتي هي ديت، انك بتقيس طول الباتيلا بالنسبه لطول الباتيلر تندون. المفروض ان الباتيلر تندون يكون مره وثلث قد الباتيلا، يكون 1.3 قد الباتيلا. فلما التندون دوت لو طول يبقى الباتيلا طلعت لفوق، لو قصر يبقى الباتيلا نزلت لتحت. طلعت لفوق اسمه التا، نزلت لتحت اسمه باج، فده باتيلا باج. الباتيلا نزلت لتحت في الباتيلر تندون قصر كده. اكتر الناس دولت بيكون عندهم بوليومايلايتس، اللي هم عندهم باتيلا منزله لتحت كده، بيبقى في البوليو، وساعات في الاكوندروبليزيا، وساعات في الجوفينايل روماتويد ارثرايتس. And this is باتيلا باجا، الباتيلا نازله لتحت قوي، باتيلا التندون قصير جدا زي ما احنا شايفين. يبقى الباتيلا طلعت لفوق اسمها التا، ونزلت لتحت اسمها باجا، ولو اتحركت بتتحرك لاترال، يعني لما الباتيلا تديسلوكيت تديسلوكيت او تسبلكسيت ناحيه اي حركه في الباتيلا ممكن تبوظ الباتيلر ارتيكولار كارتريج وتعمل كوندروماليشيا. الباتيلر ارتيكولار كارتريج حاجه محترمه جدا زي ما انتم شايفين، وليه تخانه معينه، وهو اسود في التي 1 وابيض في التي 2. الكوندروماليشيا اربع درجات، الدرجه الاولانيه يكون في كراكس كده او شقوق في الارتيكولار كارتريج، الدرجه الثانيه partial loss of thickness، الدرجة الثالثة total loss of thickness، الدرجة الرابعة changes of the underlying bone. فأول حاجة يحصل شقوق، تاني حاجة يحصل إنه يكش شوية في الحجم، تالت حاجة مفيش articular cartilage خالص، رابع حاجة العظم اللي تحت بقى فيه مشكلة edema أو cyst formation أو bone sclerosis. فدولت هما الأربعة درجات بتوع الكوندروماليشيا. لما يكون في abnormal signal او او fissure او بتاع، and this is grade 1 chondromalacia patella and this is also grade 1 chondromalacia patella. في هنا هو زي شق صغير كده او fissure في البتيلر articular cartilage، اللي هو دوت نفس المنظر، ده patellar articular cartilage عنده الفيشر ده. هنا هو total loss of the articular cartilage، شايف الحتة ديت articular cartilage سليم، هنا مفيش خالص، يبقى ده هو grade 3 total loss، والعظم اللي تحت لسه ما حصلش فيه تغيير، يبقى grade 3. الباتيلا لما تديسلوكيت او تسبلكسيت تسبلكسيت laterally، لا يمكن الباتيلا تسبلكسيت ميديال، كل السبلكسيشن بتاع الباتيلا والديسلوكيشن لاترال. واكتر حاجه بتخلي الباتيلا تديسلوكيت هو التروكلير جروف. التروكلير جروف عباره عن حفره في الانتيرير اسبكت اوف ذا فيمر، الباتيلا بتغطس جواها. فلو حصل ان التروكلير جروف دوت شالو او مش موجود، الباتيلا بتتلحلح لاترالي، عمر الباتيلا ما تتلحلح ميديال. هنيجي دلوقتي بعد شويه كده للحلحه بتاعه الباتيلا. عندنا دلوقتي عندنا تو بادز اوف فات ليهم علاقه بالباتيلا، واحد فوقيها اللي هو ورا الكوادريسبس تندون، واحد تحتيها اللي هو ورا الباتيلر تندون.
اي واحد من دول تحصل فيه مشكله، والمشكله ديت عباره عن استبدال الفات بالميه وتضخم حجم الفات، يعني يبقى اكبر من الطبيعي او ينزل فيه ميه او الاتنين يبقوا موجودين مع بعض. لو حصل فوق دوت الكوادريسبس امبنجمنت، لو حصل تحت دوت الانفرابتيلر فريكشن سيندروم امبنجمنت. ادي الاولاني، الاولاني اسمه كوادريسبس سوبرابتيلر امبنجمنت سيندروم، ده السوبرابتيلر فات اللي هو موجود بوستيرير تو ذا كوادريسبس تن. الفات ده هوت المفروض ان يكون اسود زي بقيه الفات اللي حواليه، لما يبيض يعني جه فيه ميه والبوردر الوراني بتاعه بقى كونفكس كده بعد لما كان ستريت او كونكيف، يبقى معنى كده ان العيان ده هو عنده كوادريسبس سوبرا باتيلر امبنجمنت سيندروم، احد الاسباب الوجيهه لوجع الركب. ودوت انا متاكد ان ناس كتيره جدا عمرها ما بتبص عليه، صح؟ يعني بيفوت كده ان في ناس كتيره ركبتها بتوجعها وانت ما بتشوفش اذا كانت الباتيلا طلعت لفوق ولا نزلت لتحت، صح؟ وما بتشوفش اذا كان الباتيلا ارتيكولار كارتليج سليم ولا مش سليم، وما بتشوفش اذا كان في ميه فوق الباتيلا في الكوادريسبس الحته اللي ورا، ولا ميه تحت الباتيلا. مظبوط ولا ايه؟ اوكي. And this is the syndrome. الفات في التي 1 كان ابيض بقى دلوقتي بيسود يعني فيه ميه، في التي 2 المفروض يبقى مسود دلوقتي بقى مبيض يعني فيه ميه. لما الفات يستبدل بالميه والبوردر بتاعه يبقى كونفكس، دوت اسمه كده كوادريسبس سوبرا باتيلر امبنجمنت سيندروم. نيجي الثاني، الثاني اللي هو باتيلر تندو لاترال فيمورال كوندايل، بسميه كده انفرا باتيلر امبنجمنت سيندروم، او هو اسمه فريكشن سيندروم، يعني او اسمه الهوفز باد امبنجمنت سيندروم. يعني معنى كده ان في ابنورماليتي في الـ في الانفرا باتيلر فات. And this is a common cause of anterior knee pain في الناس اللي عندهم بتوع الرياضه، بتوع الرياضه والقفز والمش عارف ايه، عندهم كذا مشكله في الحته ديت، من ضمنهم الموضوع بتاع الفريكشن سيندروم. And دوت ممكن يبقى مصحوب بالباتيلر مال تراكنج، يعني الباتيلا يا اما بتحدف لبره يا اما بتطلع لفوق يا اما بتنزل لتحت. اللي بيحصل ان الفات باد اللي هو الهوفز باد ده اللي تحت الباتيلا بيحصل فيه الحاجتين اللي حصلوا فوق، اللي هو يبقى فيه ابنورمال سيجنال ويبقى اكتر من الطبيعي شويه. و انك انت لما تلاقي المنظر ده تشوف هل الباتيلا سابلكسيتد والباتيلا بتسابلكسيت لاترالي بس، او الباتيلا طلعت لفوق او نزلت لتحت. And this is the appearance. الحته ده هي اللي هي الانفرا باتيلر فات المفروض يكون اسود زي ده بقى مبيض زي ما انت شايف كده. وفي الوقت دوت كمان الباتيلا طلعت لفوق بدليل ان الباتيلا تندون بقى اطول من مرتين قد الباتيلا، يبقى دوت باتيلا الطا وفي نفس الوقت عنده انفرا باتيلر امبنجمنت او فريكشن سيندروم. نيجي بقى للتلت بتاع الباتيلا، الباتيلا بتروح لاترالي بس. العيان دوت او العيانه دي عندها باتيلا باجه لانها نازله لتحت وراحت لاترالي لانها متزفلطه شويه بره الايه التروكلير جروف. And this is patellar instability، اللي هو كل ما واحد يتني ركبته وبتاع الباتيلا تفط لبره، ويقولوا ان هو بيتشاف اكتر في البنات اللي هم بتوع الرياضه جمباز ومش عارف ايه ما حاجات زي كده. ان usually in the second decade اللي هو teenagers يعني، وده الانسيدنس بتاعه 40 كل 100,000 شخصية. و دولت الاستابيلايزر بتاعته الباتيلا لو حصل فيهم مشكلة باتيلا بتحدف كده لبره ناحية الفيبيل. الاكستنسورز اللي هو الكوادريسبس والفيمورال سالكس اللي هو التروكلير جروف والهاي لاترال تروكلي هوريها لك دلوقتي،
والميديال باتيلو فيمورال ريتيناكيولم. الريتيناكيولم الميديال بتكون اضعف من الطبيعي، فبتشد الباتيلا اللاترال، بتشدها لاترال. ادي الحاجات اللي ممكن تحصل كفاريانس في الاستابلايزرز، اللي هو التروكلير ديسبليزيا باتيلا التا واللاتراليزيشن اوف ذا تيبيال تبروزيتي هوريه لك، وجينو ريكيرفيتا. وفي بعض السندرومز نتيجه الليجمنت لاكسيتي زي المرفان والاهلر دانلوس سندروم. And this is what we mean by trochlear dysplasia. التروكليا عبارة عن حفرة في الـ anterior aspect of the femur، الباتيلا بتغطس جواها. مرة تكون التروكليا شالو، يعني الحفرة مش عميقة. مرة تكون مش موجودة خالص. مرة يكون فيها lateral convexity أو حاجة اسمها cliff زي السلمة كده. وبالرغم من إن الحتة دي هي اللي عالية في هنا وهنا، لكن برضو الباتيلا بتفط من فوق الحتة العالية والديسلوكيت لاترال. اللي الشيء الطبيعي لما أو يعني نظريا يعني لما تكون دي عالية الباتيلا تروح في الحتة الواطية المفروض يعني، بس ما بيحصلش كده. تروكلير ديسبليزيا يعني هنا هوت مفيش تروكلير جروف، ده anterior aspect of the femur flat، وبالتالي الباتيلا اتزحلقت لاترالي، وكمان الميديال ريتناكيلا مقطوع، وفي بحيره ميه كبيره جدا موجوده في نفس المكان. ازاي بتقيس الحفره بتاعه التروكليار جروف؟ زي ما انت شايف كده، بتجر خط كده وتسقط عليه عمود، تعمل خط مماس للحروف بتاعه التروكليار جروف، وتيجي من القاع وترفع عمود. المفروض ان ده هوت ما يكونش اقل من 3 مللي. لو كان اقل من 3 مللي يبقى الجروف شالو، وممكن يكون الخط دوت صفر، يبقى مفيش جروف اصلا خالص. نيجي بقى للحاجات اللي انت بتشوفها اصلا في الكلينيكال براكتس، اللي هم الباتيلر انجريز والكوادريسيبس تندون انجريز. الانجريز عباره عن كومبليت تير، بارشال تير، acute and chronic tendinitis و osgood Schlatter disease. أول واحد rupture of the quadriceps tendon. زي ما أنت شايف كده مش محتاج MR، مجرد إنك أنت تحط صباعك فوق الباتيلا يغرز كده، يعني مفيش quadriceps، يعني full thickness tear. فأنت لما تعمل MR هتلاقي الكوادريسيبس تندون مقطوع، وفي فجوة، والفجوة مليانة مية، والباتيلا اتسحبت لتحت لان اللي كان ماسكها لفوق اتقطع، ساب ايده، فهي نزلت لتحت زي كده. Rupture of the quadriceps tendon with dislocation او displacement of the patella لتحت and wavy outline بتاع الانفرابتيلر تندون. وده النورمال appearance of the quadriceps والنورمال appearance of the patellar tendon. قلت لك ان الكوادريسيبس تندون بيتقطع لوحده، ودوت غالبا بيكون bilateral، يعني الركبتين مع بعض، وده بيكون فيه systemic disease زي systemic lupus والجوت والكرونيك رينال فيلير والروماتويد والهايبربارا والديابيتكس. ممكن الكوادريسيبس تندون يتقطع من غير history of trauma، وبالتالي تلاقي العيان ده عنده الشمال واليمين الكوادريسيبس تندون مقطوع، لان العيان دوت عنده كرونيك رينال فيلير. And this is an example of quadriceps tendon rupture، اللي هو في الغالب هيكون مصحوب ب significant amount of blood in the joint، وهيكون الباتيلا بتروح تطلع وتنزل لفوق على مزاجها، لان الكوادريسيبس ما بقاش موجود. الليترتشر بتقول complete tear has to be repaired في خلال 48 ساعة بقدر المستطاع، لأنه لو ما تعملش كده بيعمل مشاكل ضخمة جدا في الركبة later on. الكوادريسيبس تندون ممكن يبقى سليم بس رمادي، دوت بيكون اسمه tendinosis أو tendinitis، سميه زي ما عجبك، وده معناته إن في degeneration في الكوادريسيبس تندون. ده هو النورمال ابييرنس. بعض الكتب بتقول مش مسموح بجنس سيجنال جوه الكوادريسبس، بس الصح دلوقتي
انك ممكن تلاقي خطوط بيضاء جوه الكوادريسبس نتيجه الفات، لكن مش المفروض ان التندون باكمله يكون رمادي او يكون ناقص حته منه. كذلك الباتيلر تندون عنده نفس القضيه، ممكن يتقطع وبالتالي الكوادريسبس هيجر الباتيلا لفوق فيحصل فيها باتيلا التا، وفي نفس الوقت هيكون في بون مارو إديمة وفي سوفت تيشو إديمة حوالين التندون اللي مقطوع. This is the normal patellar tendon، وده الباتيلر تندون المقطوع corrugated كده مش ماسك فيه الباتيلا من تحت. الانجريز بتاعت الباتيلر تندون مشهورة قوي في الناس اللي بتفط لفوق، سواء وسب عالي، وسب طويل، وسب بالزانة، وسب بأي وسب، بيحصل ديجنريشن وممكن يحصل تير، والتير ممكن يكون كومبليت او ممكن يكون بارشال تير. وكل الانجرز بتاعت الباتيلر تندون بيسموها على بعضها كده جامبرز ني، يعني الركب بتاعت الناس اللي بتقفز لفوق. فلما الباتيلر تندون يتقطع ممكن ده يبقى اسمه جامبرز ني، وممكن لما يحصل فيه ديجنريشن زي كده يعني يبقى رمادي بس مش مقطوع سليم يعني، and this is known as jumper's knee. اي حد بيفط بقى سله طايره ما اعرفش مين، كل الكلام دوت بيحصل. Then you can see abnormal signal at the attachment of the patellar tendon to the patella gray in the T1 و gray in the T2. ده معناها tendinosis او tendinitis او jumper's knee. في بعض الاحيان من كتر الانجرز بتاعت الباتيلر تندون بيتخن جدا لكنه بيمنتين اتس نورمال سيجنال، دوت اسمه كرونيك تندينايتس. وهما اتنين بس في الجسم اللي بيحصل فيهم كده، اللي هو الباتيلر تندون واللاترال كولاترال ليجمنت اوف ذا انكل، اللي هو ذا انتيرير تيلوفيبيولار ليجمنت. من كتر بتاع الانكل ده عشان الجزمه مكعب عالي، وده هو بتاع الناس اللي بتفط لفوق. فلو حصل كده هتلاقي ان الباتيلر تندون بقى تخين جدا لكنه مسود، دوت اسمه كرونيك باتيلر تندينوزيس. اي حاجه في الباتيلر تندون اسمها جامبرز ني. نيجي بقى للاوسكو دشلاتر، دوت عباره عن افاسكولار نيكروزيس اوف ذا تيبيال تبروستي. الدم لما يتقطع عن التيبيال تبروستي يموت ويبقى فراجمنتد ويبقى سكليروتك. ايه اللي بيقطع الدم عن التيبيال تبروستي؟ ريبيتد مايكرو تروما. الناس اللي هي في بتستخدم ركبتها في الرياضه باي طريقه كانت علشان خاطر الحته دي تتخبط افري ناو اند ذن. المريض بيشتكي من وجع ليه علاقه بالاكتيفيتي، ساعات سويلنج لما تدوس على التيبيال تبروستي يوجع. الاكس راي بتلاقي فراجمنتيشن اند سكليروزس اوف ذا تيبيال تبروستي، لكن الام ار بيقدر يشوف التشينجز ديت قبل ما تبان في الاكس راي. الاوسكو دشلاتر ممكن يكون بايلاترال في حوالي 50% لحد 50% از مور كومن في الولاد عن البنات، والسن بتاعه لحد 15 سنه. في الام ار المانيفستيشنز بتاعت الاوسكو دشلاتر قبل الفراجمنتيشن، فانت بتلاقي ثلاث حاجات. اول حاجه تلاقي ابنورمال سيجنال في الديستال بارت اوف ذا باتيلر تندون، تلاقي ميه ما بين الباتيلر تندون والتيبيا، تلاقي بون مارو اديما في التيبيا. هم دولت الثلاث حاجات بتوع الاوسكو دشلاتر في الام ار قبل ما يحصل فراجمنتيشن اوف ذا تيبيال تبروستي. في برزة قصاد الباتيلا في بعض الناس اللي هي كان زمان بيسموها كده هاوس ميد ني، اللي هو الست لما كانت بتنظف الارض، ومش لازم الست، الراجل والست وكله قبل الهلال والنجمة الذهبية، كان الواحد بيزحف على ركبته عشان ينظف يمسح البلاط. دلوقتي خلاص ما فيش الكلام دوت، فمن كتر الاحتكاك بالارض بيحصل التهاب والبرزه بتعبي ميه، دوت اسمه بري باتيلر برزايتس. القضيه كلها انك انت دونت كونسيدر ده از اني جوينت افيوجن، لانه بره الركبه اصلا، ده تحت الجلد. تحت الجلد اسود في التي 1 ابيض في التي 2،
and this is pre-patellar bursitis, عامل زي الأولكرينيوم بيرزا بتاعت الإلبو بالظبط. نيجي بعد كده بقى للسينوفيال باثولوجي، هنفر دولت كده أوامك أوام عشان لسه في وراهم حاجة تانية مهمة جدا. السينوفيال إفيوجن، أنت بتشخص السينوفيال إفيوجن أصلا كلينيك، تنيم العيان على السرير وتدوس على الباتيلا تلاقي رجعت تاني، يبقى فيه ميه في الركبة. تعمل للعيان لاترال اكس راي ويز هوريزونتال بيم اللي هو ركبته كده والاشعه من هنا، تلاقي ان مفيش فات سوبرا باتيلا، يعني في ميه في الحته دي. وساعات يكون في نزيف، النزيف عشان تقيل بينزل لتحت ويعمل حاجه اسمها فات بلاد انترفيس اف بي اي. الاف بي اي يساوي لايبو هيمو ارثروزس، يعني يساوي في نزيف جوه الجوينت، وده طبعا في الغالب بيكون بوست تروماتيك. اما الافيوجن في الام ار فانت عارف شكله وعارف منظره، اسود في التي 1 ابيض في التي 2، اند ذس از لايبو هيم ارثروزس عشان في فات بلاد انترفيس، دوت معناها ان في نزيف جوه الركبه. واحد من السينوفيال ليجنز اللي هو اسمه سينوفيال سيست او بيكر سيست او بوبليتيال سيست او جاستروكنيميا سيمي ممبرونوزا سيست، كل ديت اسامي الحاجه واحده، اللي هو سيستيك ليجن موجود ان ذا بوستيرير اسبكت اوف ذا ني في البوبليتيال فصه، متعبي بالميه، اسود في التي 1 ابيض في التي 2، وممكن السيست يبقى مستفحل قوي زي ما انت شايف كده، وممكن يبقى سفيف بس قد دي بس، وممكن يبقى زي ما انت شايف كده. اللوز بودز، اللوز بودز ليها حاجتين، واحد ليه علاقه بالساينوفيوم والتاني لا، اللي ملوش علاقه بالساينوفيوم ليه علاقه بالاوستي ارثرايتس. لما يكون حد عنده اوستي ارثرايتس والاوستيوفايت تتكسر تعمل لوز بودي ان ذا ني، اتنين اوستيوفايت اتنين لوز بودي، اكتر من كده يبقى دخلنا في الحته الثانيه اللي هي اسمها ساينوفيال اوستيوكوندروماتوز. يبقى المصدر الرئيسي للوز بودز ان ذا ني وفي بعض الجوينتس الاخرى هو الاوستي ارثرايتس. وعلامات الاوستي ارثرايتس ناروينج اوف ذا جوينت سبيس، بون سكليروزس، اوستيوفايتس، سودو سيستيك تشينجز، انتر ارتيكولار اير او جاز، وبعدين لوز بودز اللي هي عباره عن فراكشرد اوستيوفايتس. في الام ار بتزود على الليسته اللي فاتت ديت دينيوديشن اوف ذا ارتيكولار كارتج، انت عارف ان في ارتيكولار كارتج بيبطن الباتيلا، وارتيكولار كارتليج بيبطل الفيمر والتيبيا، هذا الكارتليج بيتبري او يرفع قوي قوي او يختفي، هذه الشغلانه اسمها كده دينيوديشن اوف ذا ارتيكولار كارتليج. وبعدين ناروينج كان موجود قبل كده، بون سكليروزس كان موجود قبل كده، اوستيوفايتس كان موجود قبل كده، سودو سيستيك تشينجز كان موجود قبل كده، هوا كان موجود قبل كده، لوز بوديز كان موجود قبل كده، ويحط عليهم بون مارو اديما. نتيجة الاحتكاك ما بين الفيمر والتيبيا بيحصل ديجنريتيف بون مارو اديما في الفيمر الكوندايل او في التيبيا الكوندايل. هم دولت العلامات بتاعت الاوستي ارثرايتس بتاعت الركب او اي جوينت. ملحوظة مهمة جدا ارجو ان انتوا تاخدوا بالكم منها. لما يكون في حد عنده اوستي ارثرايتس اوف ذا ني، هذا الاوستي ارثرايتس بيأفكت التيبيو فيمورال وبيأفكت الباتيلو فيمورال جوينتس. يعني بمعنى تاني ان بتشوف كتير قوي في التقارير يقول لك في اوستي ارثرايتس وكوندروماليشيا باتيلا، لا، اللي في الباتيلا ده جزء من الاوستي ارثرايتس. امتى يكون في كوندروماليشيا باتيلا؟ لما ما يكونش في اوستي ارثرايتس، يعني يكون الجوينت سليم ويكون الباتيلا ارتيكولار كارتج بس هو اللي خربان. اما الجوينت خربان والباتيلر كارتليج خربان، كل ديت حاجه واحده اسمها اوستي ارثرايتس. فما تحاولش تفصل ما بين الاثنين علشان ده بيتكتب كتير جدا في التقرير وهو غير صحيح. لما الارتيكولار كارتليج يتلف بتاع الفيمر والتيبيا والباتيلا، كل دوت على بعضيه اسمه اوستي ارثرايتس. And this is an example. أو هنا مثلا ما فيش خالص ارتيكولار كارتليج ولا هنا، وفي بون مارو اديما زي ما انت شايف، والميديال منسكس اصلا مش موجود. لما المنسكس يبقى مش موجود في الاوستيو ارثرايتس اسمه ماسيريتد منسكس،
ماسيريتد يعني متمرمط زي ما بيقولوا، او يعني متبهدل على الاخر خالص. ماسيريتد منسكس يعني مفيش. فده يعني سيفيرلي ديجنريتد خلاص. وده من اكتر الحاجات، يعني بعض الجراحين من ضمنهم ناس تقال قوي في موضوع الركبه ده، بيقول يا جماعه انت لو كتبت لي اوستيو ارثرايتس في التقرير انا مش هاجي جنب الركبه دي، يعني مش هصلح فيها حاجه. يعني انا قصدي مثلا افرض المنسكس مقطوع مش هصلحه، والاي سي ال مقطوع مش هصلح، لان مهما عملت تصليحات فالركبه اصلا خربانه. انا بقول لك الكلام دوت عشان الناس اللي كل لما تبص على ركبه لازم يكتب اوستي ارثرايتس خلاص. اوستي ارثرايتس في عرف الجماعه بتوع العظام الكبار قوي اللي هم ايديهم اصلا في الركبه ليل نهار، ان الركبه دي خربت خلاص، يا اما تتغير اللي هو تعمل توتال ني، يا اما ما تصلحش حاجه وتخلي بقى المريض يمشي كونسرفاتيف ويخس شويه وياخد انتي انفلاماتوري ويعمل علاج طبيعي والكلام اللي هو ده. فدي نقطة مهمة، إن ما كانش فيه أوستيو أرثرايتس ما تكتبش. يعني مثلا حد عنده أوستيوفايت في الباتيلا من فوق قد كده، أوستيو أرثريتيك تشينجز أوف ذا ني جوينت مش عارف إيه، سبايكنج أوف ذا تيبيال سباين وأوستيوفايت. لا، زي الأوستيوفايت بتاعت السباين، سبونديلو ديجنريتيف تشينجز عسان بتاع قد كده في الاند بليت بتاع اي فرتب، ما ينفعش. يعني في اوستيوفايت اكتب في اوستيوفايت بس من غير ما تكبر. ساينوفيال اوستيوكوندرماتوزس معناها ان الساينوفيال حصل فيه ميتابليزيا انتو كارتج. ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ في برايمري تايب مش معروف السبب بتاعه، وفي سكندري تايب دوت بيبقى غالبا ديو تو تروما. الساينوفيوم لما يتحول لكارتليج يعمل كور كور كور، الكور دي تتفصل من الساينوفيوم وتكالسيفاي فتعمل لوز بوديز جوه الجوينت، فيبقى الجوينت جواه كبشه كده من اللوز بوديز. طبعا دولت بيعملوا لوكينج وبيقرقضوا في الارتيكولار كارتليج ويعجلوا بالاوستيو ارثرايتس، بيعملوا حاجات كتيره جدا، والمنظر بتاعهم مرتبط جدا في الكتب بالفشار. فانت بتلاقي مالتيبل بوب كورن لوز بوديز في الجوينت، ممكن تلاقي وايدنينج، ممكن تلاقي ايروجنز، ممكن تلاقي اوستيو ارثريتيك تشينجز طبعا لان الميكانكس اوف ذا جوينت مش مظبوطين. وطبعا اللوز بوديز في الام ار لو كانت صغيره بتبقى سودة في جميع الصور، لو كانت كبيره بيكون جواها بوب مارو فتبقى زيها زي الفيمر وزي الايه وزي التيبيا، يعني جواها مارو تشينجز. الساينوفيال ليجن اللي بعد كده مهم جدا اللي هو البيجمنتد فيلو نوديولار ساينوفايتس. السبب بتاعه مش معروف لكن بيحصل فيه بيجمنتس ديبوزيشن، بيجمنت ديبوزيشن ان ذا ساينوفيا. طالما حصل ديبوزيشن فيعمل كتل، الكتل ديت بتبقى موجوده جوه الجوينت سبيس، اي حركه تقرقط في العظم اللي جنبها وتبوظ في الكارتليج اللي جنبها وهكذا لحد لما تخرب الجوينت خالص. في نوع من البيجمنتد فيلو نودولار ساينوفايتس بيطلع على التندون شيز، لان التندون شيز في ساينوفيوم وبيطلع نفس البتاع، ودوت ليه اسم لوحده في السوفت تيشو تيومرز، هنستفيد قوي في الحكايه ديت، اللي هو اسمه جاينت سيل تيومر اوف ذا تندون شيز. هو ده بيجمنتد فيلو نودولار ساينوفايتس بتاعت لما تيجي في الشيز بتاع التندون. النقطة المهمة جدا في هذا الموضوع ان this lesion do not by any means calcify، ودي نقطة مهمة جدا علشان لما في طبعا عارفين انتوا ورم مشهور جدا اسمه synovial sarcoma، والسينوفيال ساركوما احد العلامات الرئيسية فيه الكالسيوم، احد العلامات الجبارة فيه الكالسيوم. وبالتالي لما يكون في ساينوفيال ماس وكاله العظم اللي جنبها وما فيهاش كالسيوم، ولسه هنقول بقيه الكرايتيريا، فده ملوش علاقه خالص بالايه؟ بالتيومر. نقطه مهمه جدا كمان ان البيجمنتد فيلو نودولار ساينوفايتس از اوف لو سيجنال في جميع الصور، يعني في التي 1 والتي 2 والستير والجريدينت كل ده، لكن الساينوفيال ساركوما فيها ميه وبتطلع بيضه في التي 2 وفي الستير.
البيجمنتد فيلو نودولار سينوفايتس بتاخد صبغه، يعني لو حقنتها بتاخد صبغه. فانت عندك ده المكان اللي كل الكتب بتقول عليه اشهر مكان على الاطلاق للبيجمنتد فيلو نودولار سينوفايتس، اللي هو ده انتيريور اسبكت اوف ذا ني، اللي هو المكان بتاع مين؟ السايكلوب، صح ولا ايه؟ هو مش السايكلوب ده فايبرس تيشو؟ يعني اسود في التي 1 واسود في التي 2، صح كده؟ ازاي تفرق بين الاثنين؟ ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله، عشان السايكلوب بوست اوبراتيف، صح؟ طيب يعني لازم يكون في اي سي ال ريكونستراكشن. ممتاز. طيب يبقى ده سايكلوب ولا بيجمنتد؟ سايكلوب، عشان بيجمنتد الاي سي ال هو سليم ما فيهوش حاجه، ننسيه هنا هو اماس ان ذا انتيريور اسبكت اوف ذا ني، اسود هنا واسود هنا واسود هنا، ولو حقنتها صبغه بتاخد صبغه. ودي نقطه مهمه جدا، لان في ليجن تاني في الركبه هنجيب سيرته بكره ان شاء الله، اللي هو الهيموفيليك ارثروباثي. الهيموفيليا بتعمل ماسز سودا جوه الجوينت بس ما بتاخدش صبغه، وليها طبعا علامات تانيه كتيره، بس افرض ان انت عندك كور 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 سودا جوه الجوينت نتيجه البليدنج الهيموسيدرين يعني، وبعدين حقنتها صبغه ما بتاخدش صبغه. ده واحد من الفروق بس بتاعت ما بينها وما بين بيجمنتد فيلورال. فلو كانت سودا في التي 1 سودا في التي 2 حقنتها صبغه خدت صبغه، and this is pigmented فيلو نودولار سينوفايتس. وهنا هو another example and you see multiple lesions وفي التي 1 ولما تحقنهم صبغه بياخد صبغه. وانا كان عندي قاعده كده ايام زمان لما بقول فيها، لما تلاقي الجوينت عفش جدا وانت مش عارف راس الموضوع من رجليه، اول حاجه تهب في دماغك البيجمنتد. البيجمنتد بتخلي شكل الجوينت عجيب، وزي ما انت شايف كده ما انتش عارف ايه اللي جرى، حاجات سودا منتشره في كل مكان. فكر كويس قوي في موضوع بيجمنتد فيلو نودول، اسود في التي 1 واسود في الاستير واسود في كله، and it enhances with contrast. السينوفيوم اللي بعد كده اسمه ليبوما، ليبوما معناها mass made of fat within the joint. وبيقول لك ان السينوفيوم ليبوما ما هياش الليبوما arborizes، لان السينوفيوم ليبوما عباره عن كتله of fat within the joint. اما الليبوما arborizes لازم تكون شجره، شجره متفرعه. فلو لقيت mass of fat، ماس بس كده مدوره او مربعه او اي حاجه بقى لايبوما. لو لقيت فيها فرونتس كده ولا فيها فروع يبقى لايبوما اربرازس، هما الاثنين لازم يتشالوا بالمنظار. And this is another example of lipoma arborescens. خلي بالك ان اللايبوما زي الفات، لونها بلون الفات على طول. طب تبص للفيمر في التي 1 شبهها، في التي 2 جريديان شبهها، في الاستير شبهها. And this is lipoma arborescens. طبعا في البلين اكس راي مش هتشوف حاجه اكتر من ان كان الجوينت مليان ميه. وفي الام ار تي 1 هتلاقيها شبه البون، وفي الام ار تي 2 او ستير هتلاقيها شبه البون برضه. السينوفيال بلايكا، سينوفيال بلايكا معناها باندز اوف فايبرس تيشو within the synovium، وموجوده عند ناس ومش موجوده عند ناس ثانيه. وايام زمان كانوا بيقولوا لو واحد بيشتكي من ركبته بيتوجع وكل حاجه سليمه ما عدا ان عنده بلايكا يبقى هي السبب، بيقولوا كده. البلايكا موجوده في اربع اماكن، فوق الباتيلا، فوق الباتيلا خط اسود كده فوق الباتيلا دوت اسمه سوبرا باتيلر ذا موست كومن، وفي واحد ميديال، وفي واحد انفرا باتيلر، وفي واحد لاترال ويتش از رير. الميديال على الميديال اسبكت هوريه لك دلوقتي. الانفرابتيلر عنده مشكله جامده جدا لانه ماشي مع الانتيرو كروشيت ليجم، يعني هو والانتيرو كروشيت ماشيين مع بعض، فما بتعرفش تشوف البلايكا سودا والانتيرو كروشيت ليجم اسود، فما بتعرفش تشوف. اللي انت بتشوفهم كويس قوي هم السوبرا والميديال. الميديال زي ده كده، احنا قلنا الباتيلا ليها حرف قصير ميديال وحرف طويل لاترال. لما تلاقي خط كده طبعا البلايكا مش هتتشاف الا لما يكون في افيوجن، فهتلاقي افيوجن وهتلاقي في خط اسود ماشي جوه، دوت اسمه ميديال باتيلر بلايكا. والبلايكا الوجع بتاعها ممكن ده كونسرفاتيف وممكن تنجكت
كورتيكوستيرويدز وممكن تقصها بالمنظار. And this is medial patellar بلايكا اللي هو الخط الأسود اللي ماشي كتير جدا، وحتى من كتره يعني الناس ما بتجيبش سيرته في التقارير. آخر حاجة بقى وديت من الحاجات المهمة، كوندرال ديفكت. خلص نفسك. ايه هو كوندرال ديفكت؟ ان انت عندك العظم كله متبطن بارتيكولار كارتريج، والكارتريج ليه تخن معين ومليان بالميه. في بعض الاحيان يحصل حفره في الارتيكولار كارتريج، كان زمان اسمها ألسر، دلوقتي اسمها ديفكت. ما بقاش اسمها ألسر يعني، بقى اسمها ديفكت. الديفكت دوت ممكن يكون بس في الكارتليج والعظم اللي تحتيه سليم، يبقى اسمه كوندرال ديفكت. لكن لو العظم اللي تحتيه كمان اتحفر يبقى اسمه اوستيو كوندرال ديفكت. الكوندرال ديفكت ممكن يتعالج كونسرفاتيف، وممكن بيقول لك دلوقتي بتحقن البلازما، اجيب دم العيان وبعدين تدخله في السنتريفيوج، تفصل البلازما عن الار بي سيز وتاخد البلازما تحقنها جوه الجوينت. ناس كتيرة قوي بتعتقد في كده، ومنهم دكاترة كبار قوي في العظام، بيقول لك فعلا بيساعد على الهيلينج اوف ذا ارتيكولار كارتريج، بيقولوا كده. لكن اوستيو كوندرال ديفكت ده محتاج عملية، يعني لو كان في حفرة زي ديت كده في الفيمورال كوندايل، بتيجي عند حتة في الكوندايل نون ويت بيرنج، وتاخد جرافت كده قد دي وتروح لازقها هنا ومسمارها بمسمار. بتتعمل كتير جدا في الـ عند بتوع العظام بالنظير. بينها وبين هي ما ده احد الاسباب، الكوندروماليشيا احد الاسباب بتاعت الاوستيوكوندرال ديفكت. وعلى حسب بقى المكان بتاعه واهميته بالنسبه للشخص المتوجع، هو ده اللي بيعملوه. وغالبا اللي بيتعمل كتير قوي بتاع الفيمورال كوندايل، اللي هو بيكون حفره زي دي كده وحواليها اكستنسيف بون مارو اديما، ودي بتوجع جدا جدا المريض، بتبقى حاجه يعني في غايه الالم. تيجي بقى للديزيز دوت، وده كتير جدا از اوفر لوكت في التقارير، اسمه سونك. سونك يعني سبونتينيوس اوستيونكروزس اوف ذا ني جوينت. سبونتينيوس اوستيونكروزس زي بالظبط الاوستيوكوندرايتس ديسيكانس، بس في الناس الكبار. دوت موجود في الاولد ايج، والسن بتاعه غالبا بيكون حوالين 55 سنه، والستات اكتر بكتير قوي من او يعني 3 اضعاف الرجال. وبيعتبروه دوت في الناس اللي عندها اوستيوبروزس واللي عندهم اوستيو ارثرايتس، بيعتبروه انسفيشنسي فراكشن. ايه اللي بيحصل؟ ان الميديال فيمورال كوندايل، بالذات الميديال فيمورال كوندايل، بيحصل فيه يعني زي كراك كده صغير تحت الارتيكولار كارتليج، وبعدين بمرور الوقت الميديال فيمورال كوندايل يتبطط كده، ويبتدي يحصل فيه رياكتيف بون مارو اديما، ساعات من فوق وساعات من فوق ومن تحت ناحيه التيبي. دوت اسمه سبونتينيوس اوستيونكروزيس اوف ذا ني او سونج. لما تبص عليه في الاكس راي هتلاقي كتير جدا على فكره موجود، وبيتشاف كتير جدا في الام ار، بس احنا بنعتبره جزء من الاوستيو ارثرايتس وما بنعملوش سبيسيفيكيشن. اول حاجه تلاقي فلاتنينج اوف ذا ميديال فيمورال كوندايل، وتلاقي سب كوندرال راديولوسنت فوكس اللي هو اللي انت شايفه دوت كده، وتلاقي سب كوندرال الفراكشر دوت هتشوفه في الام ار احسن بكتير قوي من الاكس راي. ده الماجنيفيكيشن بتاع السبونتينيوس ده، خلي بالك ده مش طفل، دوت واحد كبير، واحده كبيره في السن. ده بقى المنظر اللي احنا بنشوفه كل شويه، اللي هو انك انت تلاقي الميديال فيمورال كوندايل از فلاتند في اريا اوف بون سكلروزس، وفي تحتها كده زي سودو سيستيك تشينجز، وكمان في لوكالايزد بون مارو اديم. دولت المانيفستيشنز بتوع السمك في الام ار اي، اللي هم ال defined bone marrow edema with no peripheral low signal، عشان ما تفتكرش ان دوت osteochondritis dissecans. focal subchondral area of low signal intensity adjacent to the subchondral bone. ال area ديت ما بتوريش contrast enhancement، لان
تاني بتاع الاوستيوكوندرايتس ديسيكانس بي انهانس السبريشن لاين بي انهانس. بعدين ديفورميتي اوف ذا سب كوندرال بون از فلاتنينج، ديت اهم حاجه في الموضوع، فلاتنينج اند ديبريشن بتاعه الفيمورال كوندايل ميديال فيمورال كوندايل اند از فريكوينتلي اسوشيتد ويز منسكال تيرز. This is another example. واحد راجل عنده 50 سنة، عنده knee pain و swelling وما عندوش history of trauma. And you see some flattening of the medial femoral condyle وفي حتة كده sclerotic subchondral وفي extensive bone marrow edema حوالين ال lesion. And this is another example. And you see there is flattening of the femoral condyle, sclerosis and bone marrow edema and some cystic changes subarticular. دوت اسمه سونك او spontaneous osteonecrosis of the knee. osteochondral defect جبنا سيرته من شويه وقلنا ان هو defect في الarticular cartilage وبيبقى معاه defect في الunderlying bone. اما الosteochondritis dissecans فدوت disease بتاع الناس الصغيرين وبيحصل في الميديال aspect of the medial femoral condyle وبنتيجة الافاسكولار نيكروزس بيحصل death of the bone and the separation of a bone fragment. والبون فراجمنت ديت ممكن تستنى في مكانها وممكن تمشي من مكانها، وعلى هذا الاساس بيحصل الجريدنج بتاع الديزيز دوت. في البلين اكس راي بتلاقي سمول بون فراجمنت كده سيبريتد من الميديال فيمورال كوندايل. في السي تي او في الام ار ان يو سي ذا فراجمنت ان يو سي المكان اللي اتفصلت منه، وديت العلامات اللي بتقول ان الفراجمنت از انستيبل لان حجمها كبير اكتر من سنتي، ان في الخط اللي ما بينهم دوت بياخد صبغه لو حقنته صبغه، ان في سيستيك تشينجز في الدونر اسبيكت، ان في فلويد سيجنال ما بين الاثنين. كل دولت علامات ان الفراجمنت ديت از انستيبل. And this is osteochondritis dissecans of the medial femoral condyle. اسود في التي 1 مسود برضه في التي 2 معناها ان في سكلوز بون سكلوز. البون مارو اديما اسود في التي 1 ابيض في التي 2. اللي يهمك في البون مارو اديما يا جماعه دي نقطه مهمه جدا، ان البون مارو اديما مهما كان السبب بتاعها بتاخد سبب. البون مارو اديما نتيجه التروما، نتيجه الانفكشن، نتيجه التيومر، نتيجه الديجنريشن، اي حاجه في البون مارو اديما بتاخد سبب. علشان الناس اللي بيهب في دماغهم ان البون مارو اديما لو خدت صبغه يبقى نيوبلاستيك، لو ما خدتش الصبغه يبقى البون مارو اديما بتاخد صبغه. دي نقطه مهمه جدا. وانا وريت لك المنظر ده، اما تلاقي بون مارو اديما في الفيمر والتيبيا عند اللاترال منسكس تعرف ان الاس ال منفجر. And this is ACL rupture. دي واحده من الساينز القويه جدا في التشخيص. دلوقتي بقى لو واحد عنده بون مارو اديما مستفحله زي اللي انت شايفها كده من غير اي هيستوري واضح للتروما، دوت اسمه ترانزيانت اوستيوبوروزيس او مايجراتوري اوستيوبوروز. بتحصل كتير قوي في الهيب، لكن اي جوينت ممكن يجي فيه، الركبه والانكل وكل دولت ممكن يحصل فيهم ترانزيانت اوستيوبوروز. اكستنسيف بون مارو اديما والعيان عنده وجع شديد وبيزك كده على رجله، لكن الديزيز دوت از سيلف ليميتد، يعني بيريزولف لوحده بس في خلال 6 الى 8 شهور. And if you see a big area of bone marrow edema من غير تفسير، من غير تروما، من غير osteoarthritis، من غير اي حاجه، تعرف ان ديت اسمها transient osteoporosis and this is a painful condition in the knee. And you see a big area of bone marrow edema والركبه زي الفل والمنسكس السليم كل حاجه تمام and this is transient osteoporosis. ده تقريبا اخر واحد فيهم اللي هو البون مارو انفاركشن. والبون مارو انفاركشن معناها اسكيميا اوف ذا بون مارو، بيعمل في الاول ما بيعملش بون سكلوز بس بعد شويه بيعمل المنظر اللي انت شايفه ده اللي هم بيسموه ذا تشاينيز فيجر زي الحروف الصين. If you see an calcified lesion within the medullary cavity of the bone and this is one of the appearances بتاعت الانفاركشن. والانفاركشن
مع الاسف كتير جدا بيتلخبط في اللوكيميا والليمفوما والميتاستاسز والحاجات اللي زي كده، لكن هو ليه منظر اكستريملي كاركترستيك بحيث انك انت ما تقدرش تغلط فيه. طبعا اسباب الانفاركشن بالهبل من اشهرها ان يكون ما فيش سبب، ومن الاشهرها تاني ان يكون في كورتيكوستيرويد ثيرابي. دولت من اشهر الحاجات اللي هي بتعمل بول مار انفاركشن. الانفاركشن عامل زي التشاينيز فيجر وعنده حرف اسود وحرف ابيض، والحروف ديت بتتقلب في ما بين التي 1 والتي 2، بس بغض النظر انت عندك دبل لاين، واحد مبيض واحد مسود، او واحد مسود واحد مبيض، ما بتفرقش. This is the appearance of the bone marrow infarction في الـ CT sclerotic lesion. في الـ MRI المنظر اللي انت شايفه دوت زي الحروف الصين. And this is also another example of typical infarction in the tibia، والمنظر بتاعه المعتاد. Another bone marrow infarction يعني هو ده في الـ T1 وده هو في الـ gradient image. The peripheral hyper intense with hypo intense inner border on T2 weighted image. هايبر انتنس من بره، هايبو انتنس من جوه في T2 weighted images. هذا وبالله التوفيق.